كيف انهار الاتحاد السوفيتي؟ سقط الاتحاد السوفيتي رسميا في 26 من شهر كانون الأول من سنة 1991، فعندما سمع الناس في جميع أنحاء أوروبا الشرقية الشيوعية أن الروسيين لن يقوموا بأي عمل لإخماد المعارضة، بدأوا بتحدي أنظمة حكمهم والعمل على تطوير الأنظمة التعددية في بلدانهم. فبدأت الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية حينها بالانهيار واحدة تلو الأخرى، وكانت بداية هذه الموجة في هنغاريا بالمجر وبولندا سنة 1989، وسرعان ما انتشرت إلى تشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، كما هزت المظاهرات جميع أنحاء ألمانيا الشرقية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى السماح للمواطنين بالانتقال إلى الغرب مرة أخرى. وتوحدت الألمانيتين بعد ذلك بوقت قصير سنة 1990. واعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 1991 نهاية الحرب الباردة ونهاية الشيوعية في أوروبا. قدم ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي والذي تولى السلطة سنة 1985، قدم خطة لمستقبل البلاد بناء على فكرتين هما: إعادة الهيكلة، حيث كان الاتحاد السوفيتي سيبدأ في التحرك على أساسها نحو نظام شيوعي رأسمالي هجين، ويبقى المكتب السياسي واللجنة المركزية للتخطيط بالتأثير على اتجاه الاقتصاد، ولكن ستسمح الحكومة لقوى السوق بإملاء بعض قرارات الإنتاج والتطوير. وتناولت الفكرة الثانية له القيود الشخصية للشعب السوفيتي، فأعطت هذه الخطة صوتا حرا للشعب السوفيتي في التعبير عن نفسه، وسرعت إصلاحات غورباتشوف في سقوط الاتحاد السوفيتي، وأدى تخفيف القيود على الشعب وإجراء إصلاحات على النخب السياسية والاقتصادية إلى إظهار ضعف الحكومة السوفيتية، والتي أصبحت معرضة لهجوم السوفيتيين الآخرين الذين استخدموا سلطاتهم الجديدة لتنظيم وانتقاد الحكومة، ونجحوا سنة 1991 في إنهاء الحكم السوفيتي. كان قادة الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين وليون تروتسكي وجوزيف ستالين في العشرينيات من القرن العشرين مدفوعين بفكرة إيديولوجية مرتبطة بالماركسية، وأدى إزالة نيكيتا خروتشوف سنة 1963 إلى حدوث تغيير جوهري في السياسة السوفيتية. فقد كان آخر الزعماء السوفيتيين الذين عملوا تحت قيادة الثوريين الأصليين مباشرة، ومنذ سنة 1963 وما بعده ابتعد المكتب السياسي عن رؤية لينين، واستخدموا منهجا أكثر تحفظا لمعظم المشكلات. وشهدت الستينات والسبعينيات من القرن العشرين زيادة سريعة في ثروة وقوة النخبة الحزبوية، وأثناء موت الملايين من المواطنين العاديين من الجوع، كان المكتب السياسي يتمتع بالرفاهيات، الأمر الذي لاحظه المواطنون، مما أدى إلى حدوث رد فعل عنيف من جيل الشباب الذين رفضوا تبني إيديولوجية الحزب بنفس الطريقة التي اتبعها آباؤهم. وعندما خضع الاتحاد السوفيتي للاختبار في الثمانينيات، لم يكن هؤلاء الشبان مستعدين للتقدم لحماية دولتهم. ابتداء من جيمي كارتر سنة 1979، زادت الولايات المتحدة من حدة التوتر في الحرب الباردة منذ ستينيات القرن الماضي، ودخل رونالد ريغان البيت الأبيض سنة 1981 كمعارض قوي للاتحاد السوفيتي، وأدت حكومة ريغان إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى البحث عن أسلحة أحدث وأفضل. ودعم ريغان مبادرة الدفاع الاستراتيجي والتي ألغت الترسانة النووية السوفيتية من خلال تدمير الصواريخ أثناء سقوطها، وصنعت حربا نووية يمكن للولايات المتحدة الفوز بها نظريا، كما هاجم اقتصاد الاتحاد السوفيتي وعزلت الولايات المتحدة السوفيتيين عن بقية الاقتصاد العالمي، وساهمت في خفض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. فبدأ الاتحاد السوفيتي في الانهيار نتيجة لانخفاض إيرادات النفط. يمتلك اقتصاد كل بلد عددا محدودا من الموارد التي تستمد منها رأس مالها، وهي السلع الاستراتيجية كالبنادق أو السلع الاستهلاكية كالزبدة. وفي حال ركزت الدولة على الأسلحة بشكل كبير، فإن الناس سيتركون دون السلع الاستهلاكية التي يحتاجونها. أما إذا كانت البلاد تنتج الكثير من الزبدة، فلن تعود هناك موارد كافية لتنمية القدرة الاقتصادية للأمة أو حمايتها من القوى الخارجية. لذا كانت خطط ستالين خطط السنوات الخمس مبنية بالكامل تقريبا على فكرة
ضرورة زيادة إنتاج السلع الرأسمالية للأمة، كما كان الاتحاد السوفيتي بحاجة إلى التصنيع للتنافس مع بقية العالم، وكانت الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي توجيه كل الموارد المتاحة نحو هذا الهدف. ولكن لسوء حظ الشعب السوفيتي، لم يغير المكتب السياسي أي اتجاه لزيادة توفر السلع الاستهلاكية، فأظهر هذا العجز الاقتصادي تفوق النظام السوفيتي، فأدى إلى ثورة الناس ضد الحكم.